راح اوصيكم بثلاث ادعيه واكتبوها عندكم، والناس اللي بتشوفنا تكتبها عندهم. الدعاء الاولاني دعاء النبي وهو رايح الصلاه كل يوم، يعني بيقوله خمس مرات في اليوم. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي وجهي نورا، وفي لساني نورا، وفي عيني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن امامي نورا، نور لي كل الاتجاهات، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. بيقولوا النبي بيقولوا خمس مرات كل يوم. الدعاء الثاني دعاء في القران، وادعيه القران فيها اسرار يا جماعه، ادعوا بيها. ده ربنا من ملايين الأدعية اللي دعت بيها البشرية من ساعة آدم لغاية يوم القيامة اختار 40-50 دعوة، هم حوالي 40 دعوة خلدهم في كتاب، يبقى فيهم سر. إيه الدعوة؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. كل ما تبقي داخلة على حاجة مهمة في الحياة، مقابلة انترفيو مهم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الدعوة الثالثة أحد أدعية الصالحين، وأنا من كتر ما حبيتها بقيت أنا كل يوم بدعي بها. اللهم املأ قلبي نورا وإيمانا ويقينا ورضا وتوكلا ومحبة لك يا رب العالمين. إن شاء الله تقولي نورا بس، لكن لازم النور في دعائك كل يوم. أنت محتاج للنور، محتاج تعيش بالنور.